تفكيرهم للمدينة الجامعية للطلبة والطالبات المغتربين والمغتربات. السكن في المدينة الجامعية بيبقى له شروط عشان تتقبل في المدينة الجامعية. لو ما تقبلتش، الحل التاني انه ايجار الشقق، لكنه في بعض الاحيان او في اغلب الاحيان بيكون غالي على بعض الناس، سواء الطلبة المصريين او الاجانب وكمان الموظفين. ضيف عليها بقى انه الاهل ما بيكونوش مطمنين 100% على اولادهم لو هم مأجرين شقق عشان يبقوا قريبين من الجامعه، بدل ما يسافروا ويروحوا ويجوا كل يوم، خاصه لو من محافظات بعيده. مثلا لو انت في جامعه القاهره وبتيجي من الوادي الجديد مثلا، مشوار ما تقدرش تعمله كل يوم. وزاره التضامن حاولت تلاقي حل للموضوع ده، حاولت بعد تفكير بقى وجهد ان هي هتعمل دور دور أماكن سكنية للمغتربين والمغتربات، وهتتيح الفرصة لأي شخص هتتوفر فيه شروط معينة كده إن هو يبقى موجود في سكن المغتربين والمغتربات. وده بقى الميزة فيه إنه هيكون تحت إشراف مختصين من الوزارة، يعني وزارة التضامن هتبقى مشرفة على هذا السكن، فبالتالي الأهالي يقدروا يبقوا مطمنين على ولادهم وعلى بناتهم في هذا السكن، بخلاف الشقق اللي بيتم تأجيرها للطلبة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا السكن اللي تعمله وزارة التضامن الاجتماعي للطلبة والطالبات المغتربين والمغتربات. معانا على التليفون أستاذة جيهان محمد، مدير البرامج بالإدارة العامة لرعاية المغتربين والمغتربات بوزارة التضامن. صباح الخير يا أستاذة جيهان، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، صباح الفل والجمال عليكم. صباح الفل. الله يخليك. قولنا بقى إيه موضوع السكن التابع لوزارة التضامن الاجتماعي؟ هل شروطه هتكون مختلفة عن شروط السكن في المدن الجامعية؟ هل هيقبل كل الطلبة المتقدمين؟ هل هيكون بمقابل مادي رمزي مثلا؟ قول لنا كل التفاصيل المتعلقة بيه. اولا موضوع دور المغتربات والمغتربين اللي بتخضع للإشراف تحت وزارة التضامن الاجتماعي، بتبقى الدور دي تابعة لجمعيات أهلية او مؤسسات أهلية، لكن مش مجرد ان في مشروع واحد عمل الدار دي ومنه لنفسه، لا، ما في شروط. جمعيه مشهره لازم عشان تقدر انها تقوم بالعمل ده. الموضوع الثاني ان الجمعيه نفسها بتبقى لازم في جهاز وظيفي، في شروط، في لائحه، يعني النشاط له لائحه بقوانينها، لازم يكون مرخص في كل المواصفات ان هو تقام في الناس او الشباب براحه. تمام. النقطه الثانيه لو حضرتك عايز تسالي على الجهاز الوظيفي، الجهاز الوظيفي لازم يكون في مشرف ليلي او مشرفه طبعا ونهاري على حسب، بيبقى في اخصائي اجتماعي موجود معاهم، بيبقى توفر في المكان كمان اماكن اللي هو للاستذكار للترفيه، الوضع الغرف نفسها. احنا يعني بالنسبه للاقامه والسكن لازم يكون ينطبق عليه الشروط، مؤهل تماما طبعا لاستقبال الطلبه والطالبات. طيب بالضبط. شروط الاقامه بقى في هذه الدور، شروط الاقامه حضرتك لازم طبعا صوره البطاقه بتاعتها، المكان، بيبقى ولي الامر بيعمل تعهد طبعا، بيبقى في ربط شويه، يعني محاضرات الساعه كام بتخلص، يعني الدنيا بتبقى في متابعه، يعني بيبقى في امان كمان لولي الامر على بنته انها تقعد في المكان ده. ده انا طبعا كنت لسه بأشير اليه فيما يخص انه الاهالي ما بيبقوش مطمنين لو بناتهم تحديدا بيضطروا ياجروا شقق سكنيه اللي بتبقى مخصصه للطلبه واستقبال الطلبه في بالزبط. مواسم الدراسه. لا، هي في اللي بيحبوا ان هم يبقى في تكدس وفي استيعاب كبير جدا، وفي ضغط جامد قوي ايام الدراسه طبعا، لان الاهالي او الناس عامه بيحبوا ان هم بناتهم يكونوا موجودين في الدور دي، امان ليهم اكيد. المدن الجامعيه يا استاذه الجيهان من بعض الشروط فيها بيبقى المجموع، بيبقى شرط من الشروط او عامل يعني من العوامل اللي على اساسها بيقبل الطالب او الطالبه للسكن في المدن الجامعيه. هل ده شرط من الشروط ايضا للتواجد في الدور التابعه لوزاره التضامن؟ طبعا، يعني هو اولا ان طبعا الناس دي جايين من كفور ونجوع واماكن بعيده، ممكن من محافظه اخرى. كمان بيقبل مش بس الطلبه والطالبات، بيقبل
طبعا في 25% ده وفقا للائحه بيبقى موظفين، يعني في برضو موظف او موظفه جايه من مكان مش بعيد عن بيتها وبتبقى محتاج ان هي تقعد في الدار مثلا مده تدريب كده، لا يعني هو بيستوعب كل الناس المحتاجه انها تقعد في المكان ده اللي هم بعاد عن بيوتهم. هل ده مجرد فكره لسه ولا هي قيد التنفيذ دلوقتي؟ لا حبيبه قلبي لا طبعا، احنا عندنا 255 دار موجوده بالفعل، موجوده بالفعل، وفي ده في قوائم انتظار يعني يعني مش يعني غير قادره انها تستوعب كل اللي اللي موجود، يعني أكيد. احنا عشان كده محتاجين في نعمل اقامه دور اكتر من كده كمان. كل الشكر ليكي أستاذة جيهان محمد، مدير البرامج بالإدارة العامة لرعاية المغتربين والمغتربات بوزارة التضامن. نروح بقى لحاجة جميلة جدا والرشاقة وحلم الرشاقة، وبالتأكيد حاجة حلوة جدا إن الواحد يحافظ